بمنظار. انت تشوفني انا ما مطبق منهجي السيد وائل، انا اشوفك ما مطبق. كل واحد ينظرها مثل الائمه، كل واحد يفتهمهم فهم. فالعلماء الناطقين اللي يقدمون شيء هم كل واحد يفهمهم فهم. جزء انت تشوفه ما مطبق، هو هم يشوفك ما مطبق. جزء من يجيني انت هذا اللي تقول انه بس صورة السيد يحطها هو ما فتهم منهجيته، هو هم يقول عليك انت هم بس معلق صورة السيد الصدر وما فاهم منهجيته، لان كل ينظر بمنظاره للسيد الشهيد وكل يفهم فهمه، هو هذا احسن. بس كون الافهام تتلاقح فيما بينها لتطلعنا نتيجة معتدين بها، مو كل واحد يظل فهمه متشتت. اجمعوها في مكان واحد وفي هدف واحد وفي طريق واحد حتى تنتج لنا نتيجة إيجابية وليس سلبية.